رسالة بعثها لنا شاب من قوم القرباط اللي كان عايش بمنطقة سراقب سابقاً، وهي الرسالة لكل إنسان مو بس للسوريين. اسمع، نحن جماعة من واحد الله، لا إله إلا الله وسيد محمد رسول الله. الله بيمحي كل شيء إلا الشرك بالله، ما بيمحي. نحن تعلمنا على الأساس، نحن مسلمين سنة. عيب أخي عيب، قوم القرباط قرباط، بتبهدلونا بالتلفزيون، بتبهدلونا بالشوارع، بتبهدلونا بالتواصل الاجتماعي، وين ما بدكم بتبهدلونا، على كيفكم. احنا صايرين مساحة لكم، ايمت ما بدكم بتمسحونا، بتمسحوا فينا الارض. في اهلين سراقب قالوا كلمة بدهم، قال ما اشتروا سيارات، اشتروا طيارات، بتضلوا بنظرنا قرباط، يعني قرباطي حيطك فاضي. نحن قرباط صحيح، ولكن ما سرقنا، ما قتلنا، ما هجرنا، ما اخذنا ناس بيوتهم، كنا مضطهدين من الدولة السورية، مو الشعب السوري. على اي شغله بقول لك انت قرباط، قرباطي حياتك فاضي. يعني انا كنت بالمدرسه مع اهلي سراقب، 35 سنه سكننا بسراقب، دع اشوف اوروبا 100 مله فيه، ما حدا بيعير الثاني باصله وفصله. بس هالكلمه قرباط قرباط، شعب سوريا مع احترامي لاخاي ما قدرونا. وبالاخير ارسل لنا هذا الفيديو. لما قال ابو ذر رضي الله عنه لبلال يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انك امرؤ فيك جاهليه، قسما بالله هؤلاء الذين يعممون، المصريون كذلك، الكويتيون كذلك، السعوديون، البحرينيون، القطريون. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. والحب والبغض في الله، اي بقدر قرب الانسان من الله، لا بالجنسيه ولا باللون ولا بالعرق. فلنتق الله تبارك وتعالى، كلمة والله من القلب. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت من عثرة الرجل، فعثرته من فيه تودي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهل. كل حدا منا بيقدر يوقف بوجه التحيز العنصري والسلوكيات المتعصبة. خلونا سوا نبني عالم بعيد عن العنصرية والتمييز، ونكون كلياتنا كبشر بحق لنا ممارسة حقوقنا الإنسانية. كونوا أبطالا لحقوق الإنسان، والمعذرة من الأخوة القرباط وغيرهم.